المكرمة الفنانة المقتدرة كيشرفني وكيشرف مجموعة بنات مسناوة الحضور إلى مدينة مراكش في دورة المهرجان الغيواني. الدورة اللي كانت تكريم ديال الفنانة قدومة مجموعة جي جلالة سكينة الصفدي. بعد المناسبة أنا كنحييها وكنتمنى لها مزيد من العطاء وطول العمر إن شاء الله. وكانت مشاركة مجموعة بنات مسناوة مشاركة طيبة وكان تفاعل مع الجمهور وتبارك الله الجمهور المراكشي كان في المستوى الرائع. وكنتمنى مسيره موفقه لجميع المجموعات والظاهره. وكنقول للجمهور ديالنا تبارك الله عليكم حنا كنبغيوكم وتبارك الله على هذا المهرجان ونتمنوا ليه الاستمراريه ان شاء الله وتبارك الله عليكم. حيت غنمني على هذا المهرجان وكنشكر بقراش بسناو تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.